التغطية الخاصة من قناتكم قناة الرشيد، والتي سنبحث فيها الوضع السياسي والوضع الأمني وأيضا وضع التظاهرات في البلاد. سيكون معي في هذه التغطية المحلل السياسي نجم اليعقوب من بغداد، وأيضا سينضم إلينا النائب السابق محمد عبد ربه من محافظة أربيل، وأيضا سيكون معنا شبكة مراسلينا في بغداد ومراسلنا أرشد الحاكم من داخل مجلس النواب لتسليط الضوء على اعتصام سائرون في داخل مجلس النواب. دعني أبدأ معك أستاذ نجم. الوضع السياسي يبدو متصاعدا، هناك تراشق في التصريحات بين السيد الصدر و العامري وأيضا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى أين تشير البوصلة؟ تحية لك ولمشاهدي قناتكم المحترمة. الحقيقة اليوم وضع العراق وضع محرج جدا، وكل الإشارات تشير إذا ما استمرت الحكومة على هذا التعنت أمام إرادة الشعب فإنها ستؤدي بالنتيجة إلى انزلاق العراق إلى منزلق خطير جدا، قد يصل إلى أمور لا يحمد عقباها على المستوى القريب جدا. اليوم سياسة الأحزاب التي حكمت منذ عام 2005 ولحد الآن لم تعدل من مسارها، ورغم المناشدات ورغم النصائح التي أعطيت إلى هذه الأحزاب وهذه القوى السياسية والحكومات السابقة على تعديل مسارها السياسي والإداري في إدارة شؤون البلد، لكنها وضعت كل هذه النصائح جانبا، مما أوصلت الشارع العراقي إلى مرحلة لم يعد لديه شيء يخسره، وكما يقال إذا أردت أن تنازل فلا تنازل شخصا لم يعد لديه شيء ليخسره. اليوم الشارع العراقي أعتقد أنه ينظر إلى نفسه أنه فقد كل شيء، حتى أنه يرفع شعار نريد وطن على اعتبار انهم حتى الوطن سلبوه من هذا المواطن الذي سلبت منه كافة حقوقه. واليوم هذه الانتفاضة التي خرجت على الحكومة الحالية جاءت نتيجة إرهاصات وتصرفات الحكومة الغير مسؤولة والحكومات الغير مسؤولة السابقة، فأعتقد اليوم نحن بحاجة إلى حركة سريعة جدا لتلافي انزلاق العراق. من يقوم بهذه الحركة أستاذ نجم؟ اليوم هناك تصريحات صدرت من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ووجهها مباشرة إلى رئيس الوزراء وقال باختصار ارحل. كيف ستتم هذه العملية؟ هل تعتقد أن مجلس النواب قادر على استجواب رئيس الوزراء، أم أنه سيتنحى من ذاته بعد الضغوط التي مورست عليه؟ سيد العزيز، اليوم بالتأكيد عندما يوجه السيد مقتدى الصدر برسالة إلى السيد عبد المهدي بالرحيل فإنه ينظر نظرة بعيدة كما ننظر نحن اليوم، إلى أنه لا يريد أن يجر العراق إلى منزلق خطير نتيجة المصادمة بين الشعب العراقي الغاضب المنتفض اليوم وبين الحكومة المتعنتة، والتي أعتقد أنها حتى في معالجاتها لمطالب المتظاهرين المحتجين والمعتصمين اليوم لم تكن بالمستوى المسؤول الذي فعلا يريد حل الأزمة. اليوم لو كانت الحكومة منذ البداية اتخذت هذه القرارات، جملة هذه القرارات قبل خروج الشارع العراقي بتظاهرة وانتفاضة ضد الحكومة لكانت أتت بثمارها، ولكن اليوم أي قرار تتخذ هذه الحكومة سينظر لها الشعب على أنها ليست لها مصداقية، وهناك انعدام كبير بالثقة بين الحكومة وبين الشارع العراقي. ونحن نبهنا منذ تولي السيد عبد المهدي هذه الحكومة وقلنا لهم احذروا غضب الشارع العراقي، احذروا أن تستمروا على نفس سياق الدورات السابقة من انتهاج نهج المحاصصة وتغليب مصلحتكم الخاصة على مصلحة العامة ومصلحة البلد، ولكن هذه الأحزاب كانت تنظر إلى هذا الشعب مع الأسف باستهانة على أنه لن يستطيع أن يغير واقعه السياسي والإداري، ولكن اليوم مفاجأة كبيرة لهذه الحكومة. طيب أستاذ نجم، الذي أريد أن أصل إليه يجب أن تكون هنالك أطراف ضامنة
بين المتظاهرين وبين الحكومة العراقية، حتى عندما تطرح بعض الحلول تجد أذن صاغية من قبل المتظاهرين لهذه الوعود، لا أن تطرق الحكومة عدة سبل محاولة إرضاء الشارع العراقي أو محاولة امتصاص ضغط الشارع العراقي، ولكن لا تجد. أستاذ نجم، أعتقد أن هذا الوضع يعني بات متأخرا أن تضع الحكومة بينها وبين المتظاهرين جهات ضامنة. أعتقد أن هذا الوضع قد فات أوانه، خصوصا بعد انضمام اليوم عشائر الفرات الأوسط إلى زخم التظاهرات والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، وأيضا دخول الطرف الآخر من الكتلة السياسية المتمثل بسيد أسامة النجيفي، وأيضا طالب بأن يكون الوضع المقبل أكثر إرضاء للمتظاهرين في الشارع. هل تعتقد أن هذا الضغط سيستمر أم ستكون هناك كلمة في الفترة القريبة؟ نعم. لا يا سيد العزيز، أنا قد أختلف معك في هذا الرأي. الوقت لا يزال يسمح بدخول أطراف ضامنة لتغيير الحكومة ولتغيير البوصلة الآن وإقناع الشارع العراقي، على شرط أن تكون هذه الأطراف الضامنة يثق فيها المتظاهرين اليوم، وليس أن تكون الأطراف الضامنة من قبل أشخاص سياسيين مارسوا العمل السياسي وإدارة الدولة في مراحل سابقة. اليوم نحن بحاجة إلى أطراف مؤثرة جدا على الساحة، وأعتقد أن اليوم ما لا يزال هنالك متسع من الوقت للدخول في تفاوضات من قبل الحكومة مع الشعب العراقي، حتى أننا لحد الآن لا نريد أن نصل. قد اليوم هناك تلميحات على أن اليوم الاعتصامات إذا لم تصل إلى نتيجة فإنها قد تنزلق إلى منزلق، قد يكون لدينا هنالك فوضى واستخدام السلاح بوجه الحكومة، وهذا ما لا نريده. اليوم هناك أطراف ضامنة قد تكون لها مقبولية لدى المجتمع، ونحن عرضنا مبادرة في يوم 19/10 في هذا الصدد، وعرضنا أيضا مستوى الضمانات والضامنين الموجودين اليوم، وهم لهم مقبولية كبيرة على الساحة، ويستطيعون أن يقنعون الشارع العراقي بتهدئة الأوضاع، ويستطيعون أيضا أن يقنعون الحكومة العراقية بتقديم التنازلات من أجل الخروج بالعراق من هذا المنزل. طيب أستاذ نجم، ابقى معي، دعني أنتقل إلى مراسلنا في داخل مجلس النواب أرشد الحاكم. أرشد، كيف يبدو الوضع لديك، سيما مع استمرار اعتصام أعضاء سائرون في داخل مجلس النواب؟ تفضل. نعم، أهلا بك. يعني اليوم الرابع على التوالي يواصل أعضاء تحالف سائرون اعتصامهم داخل مجلس النواب. ما يجري الآن بالتحديد هو اجتماع لأعضاء تحالف سائرون داخل مجلس النواب لمناقشة جملة من المواضيع، جملة من القرارات التي ستطرح في جلسة يوم غد لمجلس النواب. أبرز ما تم الحديث عنه من قبل أعضاء تحالف سائرون في اعتصامهم هو التأكيد على ضرورة أن يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب ويقدم استقالته. هذا الموضوع لا يمكن الحديث عن أي مواضيع أخرى، كما أكد الحاضرون على أن أي حلول شكلية لا يمكن الحديث عنها، ويجب على رئيس الوزراء الحضور غدا إلى مجلس الوزراء وتقديم استقالته. هذا ما صرح به أعضاء في تحالف سائرون خلال هذا الاجتماع، وإذا لم يتم هذا الموضوع فيجب أن يكون هنالك تواصل عبر الطرق القانونية مع الشركاء السياسيين من أجل إقالة رئيس الوزراء. هذا أبرز ما يدور الآن داخل اعتصام تحالف سائرون استمر منذ 4 أيام. طيب. والتأكيد على إقالة رئيس وزراء وعدم السماح بإجراءات شكلية عدا هذا الموضوع، ولا يتم مناقشة هذا أي موضوع آخر عدا استقالة رئيس الوزراء أو إقالته. طيب، من الكتل السياسية أرشد يعني يساند تحالف سائرون في هذا الطرح، أو على الأقل يرتضي طرح استقالة رئيس الوزراء في هذه المرحلة؟
أبرز نقاط الحوار أو أبرز نقاط التواصل الآن يسعى تحالف سائرون للتواصل مع بقية الكتل المؤيدة لهذا الموضوع حسب ما يقولون هنالك تأييد من بعض الكتل السياسية التي لم يسموها حتى الآن لهذا الموضوع ولهذه الفكرة فكرة إقالة أو استقالة رئيس الوزراء، لكن ربما غدا سيتم فتح نقاط التواصل مع هذه الكتل السياسية. بالتأكيد هنالك مشاورات تجري خلف الكواليس حول هذا الموضوع، وتم التوصل إلى اتفاق مع بعض الكتل التي لم يسموها حتى هذه اللحظة. دعني أضيف إلى ذلك أنه الآن وهنالك أنباء تتحدث عن وجود اجتماع الآن في مكتب رئيس الجمهورية مع عدد من رؤساء الكتل السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع. مخرجات هذا الاجتماع هي التي ربما ستعطي الدافع للقوى السياسية من أجل المضي في استقالة رئيس الوزراء. أعضاء في تحالف سائرون وبقية الكتل السياسية ينتظرون مخرجات هذا الاجتماع الذي يجري الآن في مكتب رئيس الجمهورية. طيب أرشد، يعني ما هو البديل في حالة حضور رئيس الوزراء واستقالته؟ يعني هل طرح تحالف سائرون بديل عن هذا الموضوع، أم أن يعني البلاد ممكن أن تدخل إلى فراغ دستوري؟ يعني هل هناك بديل ممكن أن يطرح يوازي حجم الحكومة الحالية بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال، أو في حال استقالة رئيس الوزراء؟ يعني الكل يتحدث هنا أن البديل يكون هو انتخابات مبكرة لا غير الانتخابات المبكرة، على أن تشارك في هذه الانتخابات المبكرة عدد من الطاقات الشبابية والكفاءات العلمية المؤهلة لقيادة البلد بعيدا عن نظام المحاصصة ونظام هيمنة الأحزاب. هذا ما يتحدث به الحاضرون، ولو حدثت ذلك واستقال رئيس الوزراء فربما سيكون هنالك مهلة 60 يوما لتقديم بديل. فالكل يتحدث عن موضوع الانتخابات المبكرة ويعول على موضوع الانتخابات المبكرة، فيما ترى جهات أخرى أن هذا الموضوع صعب تحقيقه في ظل يعني هيمنة الأحزاب السياسية وسعيها للسيطرة من جديد على زمام الأمور وزمام رئاسة الوزراء. هنالك صراع حول هذا الموضوع، هنالك ضبابية حول هذا الموضوع، مرتبط هذا الموضوع وتسمية البديل بما سيعلن ربما غدا في مجلس النواب. الكل يترقب حضور رئيس الوزراء غدا لتقديم استقالته، وإذا لم يحدث فإنه سيكون هنالك إجماع حسب ما تحدثوا أعضاء تحالف سائرون على قالته، ومن ثم الحديث عن انتخابات مبكرة. لا يوجد اسم مطروح حتى هذه اللحظة حول البديل لرئيس الوزراء. نعم أرشد، كنت معنا من داخل مجلس النواب، شكرا جزيلا لك وأرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك لاحقا. نعود لك أستاذ نجم، سمعت ما يجري في داخل مجلس النواب، هناك مطالبة من أعضاء تحالف سائرون باستقالة الحكومة، وإذا لم تحضر الحكومة يوم غد سيتم إقالتها غيابيا. هل تعتقد أن هذا الأمر سيتم، وما هي السبل لانتخاب حكومة جديدة بعد ذلك؟ تفضل سيد العزيز. اليوم أعتقد أنه نحن وصلنا، وحسب ما نقرأ من طلبات المتظاهرين والمعتصمين، هي المسألة ليست فقط في إقالة السيد عبد المهدي. اليوم هناك سقف مطالب مرتفع جدا من قبل المتظاهرين والمطالبين بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور وإلى ما شاكل. أعتقد أن هذه الطلبات نوعا ما قد تكون تعجيزية بنظر من ينظر إلى السياسة الخارجية اليوم المحيطة الأقليمية وما موجود لدينا الآن في الداخل، ولكن أعتقد كما قلت لك عندما تدخل هناك أطراف ضامنة مؤثرة نعتقد أن نصل إلى حلول جزئية، أن تعطى نسبة 50% من الحلول الآنية في اللحظة الحالية و 50% على مدى سنة عندما تكون هنالك حكومة مؤقتة وانتخابات برعاية الأمم المتحدة. كما قلت لك نحن عرضنا مبادرة في يوم 19/9 وكانت هي كالآتي: أن يعد إلى حكومة مؤقتة، إقالة حكومة السيد عبد المهدي واختيار رئيس وزراء من قبل الشعب أو من قبل ممثلي الشعب حتى يكون هناك إرضاء إلى وامتصاص لضغط المطالبين اليوم المتظاهرين بإقالة الحكومة، ومن ثم نحن بحاجة إلى وجود برلمان على الأقل أن يكون نوعا ما محجم بعدة صلاحيات هي التشريعية والرقابية، لأننا بحاجة إلى تعديل دستور وبحاجة إلى حل مفوضية
وإعادة هيكلتها، وبحاجة إلى النظر في قانون الانتخابات طيب. أيضا ونسبة الانتخابات والمشاركة وقوانين أخرى كثيرة طيب. قد لا نستطيع أن نحصيها، وإنما نعطي الإطار العام، وأن تكون هنالك أطراف ضامنة هي المرجعيات الدينية كضامن شرعي، والعشائر والقبائل العربية والاتحادات والنقابات كضامن جماهيري، ومجلس القضاء الأعلى كضامن قانوني، والأمم المتحدة كضامن دولي وأقليمي. وإذا أخفقت الحكومة أو أخلت بشروط الاتفاق أن تكون هناك حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة على مدى سنة تعد لها هذه الحكومة، ورئيس وزراء يعطى صلاحيات كاملة، وقائد عام القوات المسلحة، ويستمر بالإصلاحات التي قطعتها الحكومة على نفسها في بعد 11، أعتقد أنها ستوصل نوعا ما إلى رضا جماهيري حسب اعتقادنا. ولو أنه الحكومة لم تستطع أن تتعامل مع هذه الأزمة بسرعة ومبادرات فورية تستطيع أن تمتص ضخم هذه الجماهير بحيث لا ترفع من سقف مطالبها، ووقعت ضحايا كثيرة اليوم، هذه تشكل عقبة كبيرة أمام هذه التفاوضات. حقيقة اليوم هذا ما نطرحه كإطار عام، وهناك تفاصيل كبيرة يمكن إضافتها لتحسين الأداء طيب. ولتحسين الاتفاقية. نعم أستاذ نجم اليعقوب المحلل السياسي حدثتنا من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أنتقل إلى النائب السابق من أربيل الأستاذ محمد عبد ربه، حياك الله. طيب يبدو أن الاتصال غير جاهز مع الأستاذ محمد عبد ربه، كما سمعتم أحبة المشاهدين من مراسلنا في مجلس النواب هناك استمرار للاعتصام في داخل مجلس النواب من داخل، يعني مستمر الاعتصام من قبل أعضاء سائرون، والمطلب الوحيد هو حضور رئيس الوزراء يوم غد للاستجواب، وبعكسه سيكون هناك إقالة غيابية. وأيضا يبدو أن هناك بعض الكتل السياسية دخلت على خط التأييد لهذا المطلب، لم يكشف عنها تحالف سائرون، لكنه يبدو أنه يعد العدة لهذا الأمر. أعود لك أستاذ محمد عبد ربه النائب السابق من أربيل، حياك الله. حياكم الله أستاذ محمد. الوضع متسارع كما ترى، أن هناك تصريحات متبادلة، هناك حراك يعني بدأ يوازي حراك المتظاهرين في ساحة التحرير، كيف تنظر إلى الصورة الآن؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة المتظاهرين اليوم هم بعيدين عن الكتل السياسية، ولذلك لم يخولوا هذه الكتل السياسية أن تتنافس فيما بينها أو تتبادل الاتهامات فيما بينها. المتظاهرون خرجوا لغرض إسقاط النظام، ولغرض إجراء انتخابات مبكرة، ولغرض تعديل قسم من فقرات الدستور. اليوم الوضع السياسي أو في الحكومة الحاكمة تحديدا، الأحزاب الحاكمة هي تتراشق فيما بينها. يعني هذا لا يعني المتظاهرين بشيء، المتظاهرين طلباتهم واضحة. يعني اليوم السيد الصدر يريد يستجوب عادل عبد المهدي، السيد هادي العامري متمسك بعادل عبد المهدي. هذه تنافسات سياسية بعيدة عن ما يطلبه المتظاهرين وما خرج له المتظاهرين. المتظاهرين تكلموا عن فساد، تكلموا عن دولة عميقة، تكلموا عن ميليشيات، تكلموا عن عصابات خارج القانون. كل هذا نادى به المتظاهرون، لا ينطبق ما يحدث الآن. لكن هل تقول لي أنه ستستمر الوضع بهذه الطريقة؟ أنا أقول لك لا، نحن ذاهبين إلى فوضى قد تكون في المستقبل إذا لم يتحقق ما أراده مثلا السيد مقتدى الصدر بسحب الثقة من الحكومة ومن السيد عادل عبد المهدي. ماذا تقصد بالفوضى أستاذ محمد؟ هل الفوضى يتحملها الكتل السياسية أم استمرار التظاهرات؟ لا تتحملها الكتلتين السياسيتين الفتح وسائرون. ليس علاقة للكتل السياسية الأخرى بما يجري، لأن حتى السيد عادل عبد المهدي نطق هو بكل صراحة، يعني ما معناه أنا مقيد ومكبل بما ترى الفتح وسائرون، وهذه رسالة واضحة. يعني اليوم عندما تكلم السيد عادل عبد المهدي يوم أمس برسالته إلى السيد مقتدى الصدر، يعني أثبت أنه رجل كان لا يتحرك بحرية وكان صامت على هذا الكلام،
ولم يكن شجاعا أمام الشعب العراقي عندما خرج وقال أنا مخول من الكتل السياسية، لكن يبدو أنه يوم أمس أفصح عما في داخله بصراحة وتكلم بشفافية وبيّن أنه رجل مكبل من هاتين الكتلتين، مع العلم أنه كان يخرج بالإعلام ويتكلم أنه أن هذه الكتل السياسية أعطته الحرية وكان له مجال أوسع في اختيار الحكومة وفي تشكيل الحكومة، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، ولذلك هو ينتظر اتفاق الفتح وسائرون. لم يقل ما طلبه المتظاهرون سننفذه، ولا قال ما يحتاجه الشعب سأنفذه، قال ما تطلبه ما تتفق عليه الفتح وسائرون سأمضي به، وكأن البلد تدار من قبل هاتين الكتلتين. نعم. طيب الآن هناك اجتماع في داخل منزل رئيس الجمهورية، وهناك رؤساء الكتل أيضا يجتمعون الآن، وأنا أكلمك، يعني هل تعتقد أن هذا الاجتماع سيفضي إلى شيء؟ و يعني هل تؤيد الكتل السياسية ما سيخرج به لقاء رئيس الجمهورية برؤساء الكتل؟ تفضل. يعني أنا أعتقد هذا اللقاء سيكون يعني مجرد رسالة للمتظاهرين في الوقت الحاضر على أنه الكتل السياسية اللي موجودة والحاكمة تجتمع من لأجل الخروج برؤية موحدة، لكن أنا أسألني ما سيخرج منه هذا الاجتماع ضمن متطلبات المتظاهرين. الشيء بعيد سيد العزيز عن هذا عن موضوع الاجتماعات، يعني الاجتماع سيحاول. نعم تفضل. نعم نعم الاجتماع سيحاول أن يرسل رسالة إلى أنه اجتمعوا الكتل السياسية وقررت الكتل السياسية. طيب أنا الشارع هو خارج ضد الكتل السياسية، الشارع هو يعني يريد يغير هذا الكتل، يريد يغير التركيبة اللي موجودة الآن في الحكومة. يعني الكتل السياسية إذن هي نفس الحكومة ونفس التشكيلات راح تصير ونفس الشخصيات راح يكون مدورة، وممكن أن تأتي برئيس وزراء آخر بديل من الكتلة الفلانية أو من الحزب الفلاني، وبذلك كأنك مثل ما يقول مثل جاي ندق بالمي وهو مي. نعم. يجب أن أذهب إلى ما يطلبه الشارع وما يطلبه المتظاهرون. ما هي طلبات المتظاهرين اليوم؟ المتظاهرين يتحدثون عن إرجاع وطن، الكلمة واضحة. طيب. وبخط عريض. طيب أستاذ محمد، أين ذهب الوطن؟ أجلس. طيب. وأتك. نعم. إذا سمحت لي تفضل بالبقاء معي، دعني أنتقل إلى مجلس النواب مرة أخرى والنائب الشيخ صباح الساعدي ليطلعنا على آخر التفاصيل الخاصة باستمرار اعتصام تحالف سائرون داخل مجلس النواب. أستاذ صباح تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، حياك الله وحيا ضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. في البداية نعزي أبناء الشعب العراقي الذين وقعوا شهداء في ساحات التظاهرات والاحتجاجات، هؤلاء الأبطال الذين يقدمون أنفسهم اليوم من أجل أن يستنقذوا وطنهم، هذا الوطن الذي اختطفته أيادي الفاسدين والفاشلين الذين تحكموا به على مدى 15 عاما الماضية. وبالتالي نحن نعتقد أن الكلمة العليا اليوم هي كلمة الشعب، ليست كلمة القوى السياسية ولا القادة السياسيين، بل هي كلمة وطن التي صدحت بها حناجر العراقيين في كل المحافظات. هذه الكلمة على اختصار أحرفها الثلاثة جمعت كل مقومات الوطن في أرضه وسمائه ومياهه. طيب. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الوطن اليوم يعود وينتعش جديدا بسبب جيل شبابي مثابر قوي شجاع. هذا الجيل لا يمكن أن يعود إلى بيوتهم ومنازلهم إلا معهم. نعم. وطنهم الذي اختطفته أيدي الفاسدين والفاشلين من طبقة سياسية تحكمت به. نعم نعم نعم. طيب أنتم اليوم لليوم الرابع على التوالي معتصمون داخل مجلس النواب، ويبدو أن الطلب الوحيد هو حضور رئيس الوزراء للاستجواب ومن ثم الذهاب إلى إقالته. في حال عدم حضوره يوم غد، يعني هل سيكون هناك خطوة جديدة باتجاه استجوابه غيابيا أو تقديم طلب لإقالة الحكومة؟
يقينا أن سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر عزه الله عندما طلب من السيد عادل عبد المهدي الحضور إلى مجلس النواب ليعلن عن موعد الانتخابات النيابية المبكرة كان يريد بذلك حفظ ماء وجهه بعد أن دعاه إلى الاستقالة سابقا ولم يستجب إلى هذه الدعوة، وباعتبار أن مجيء عادل عبد المهدي لم يكن بإرادة كتلته السياسية التي لم تحصل إلا على مقعدين نيابيين عندما كان فيها، لكن جاء باتفاق سياسي من أجل الوصول إلى شخصية وطنية حظت بدعم سياسي من كتلتي سائرون والفتح، وبناء على برنامج تم وضعه لأجل تطبيقه فيما يتعلق ببناء الدولة وفيما يتعلق بتفكيك منظومة الدولة العميقة التي أسستها أحزاب الفشل والفساد، وكذلك فيما يتعلق بعودة ببناء مؤسسات الدولة وفق معايير دستورية صحيحة تعيد للوطن مكانته وتعيد للشعب حقوقه. لم يكن مجيء عادل عبد المهدي لأنه انحصرت الخيارات بعادل عبد المهدي، وإنما كانت الخيارات مفتوحة، لكن تعهده والتزامه بهذا البرنامج المتفق عليه هو الذي دفع به إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على تعهدي بالتزام بهذا البرنامج. طيب. لما أخفق في تنفيذ البرنامج الحكومي على مدى سنة كاملة، وقد منحه السيد الصدر عزه الله هذه السنة كمدة اختبار، وبعد ذلك قبل أن تنتهي سنته الأولى يقوم بقتل المتظاهرين ويقوم بقمع المتظاهرين بدم بارد، حتى أنه في 6 أيام وقع أكثر من 6,000 متظاهر بين شهيد وبين جريح، وهذا ما لم يحصل في تاريخ العراق الحديث أو السابق. التظاهرات السلمية بهذه الطريقة تقمع، فبالتالي كان لحفظ كرامته دعوته إلى مجلس النواب ليعلن عن انتخابات نيابية مبكرة. لكن تجاهله لهذه الدعوة واستهانته بهذا الطلب أدى إلى أنه تكون هناك موقف آخر، وهو الذهاب إلى إقالته. اليوم مجيء عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب ليس لنسمع منه استقالته، فهذه المرحلة قد انتهت. عادل عبد المهدي سيقال وسيخرج من تاريخ العراق مقالا. نعم. طيب، يعني هل تمتلكون بالفعل الأعداد الكافية لإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؟ بطبيعة الحال يحتاج الموضوع إلى أغلبية مطلقة لأعداد مجلس النواب. كتلة سائرون ومعها الكتل الوطنية الأخرى وأعضاء مجلس النواب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وانتماءاتهم القومية والمذهبية والدينية تمتلك اليوم رصيدا كاملا فيما يتعلق بقضية محاسبة ومساءلة رئيس مجلس الوزراء على قتله المتظاهرين وقمعه للتظاهرات وفشله في أداء برنامجه الحكومي الذي أقر به أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء، وهذا العدد موجود وبإمكاننا أن نستمر في ذلك. عدم مجيء عادل عبد المهدي تنصل من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الدستورية والمسؤولية الوطنية. اليوم حضور عادل عبد المهدي التزام منه فيما يتعلق بوظيفته أمام مجلس النواب، حينما أقسم على أداء الالتزامات الدستورية من ضمن الالتزامات الدستورية أن يكون طوع أمر مجلس النواب وخضوعه لمجلس النواب عندما يريده للمساءلة والمحاسبة. طيب. استهانته بهذه الطريقة وطلبه من سماحة السيد الصدر الزعيم العراقي أن يتفق على استقالته مع الحاج هادي العامري، هذا استهانة بدماء العراقيين. مع احترامنا للحاج هادي العامري وتقديرنا لشخصه ولكتلته. طيب. لكن بالتالي العراق أكبر من هادي العامري وأكبر. طيب. من أي شخص آخر. دماء. نعم. العراقيين أكرم من أي شخص آخر. طيب شيخ صباح، يعني في كل الاحتمالات مفتوحة، و ممكن أن الكتل التي أعطتكم عهدا في اليوم أن تكون معكم في إقالة عبد المهدي قد يعني تسحب هذا التعهد في حال يعني أخفقتم في إقالته يوم غد أو بعدها، ما هي الخطوة القادمة؟
نحن نعتقد أنه الخطوة القادمة إذا لم يستجب السيد عادل عبد المهدي لمطلب الحضور إلى مجلس النواب وإعلان استقالته داخل مجلس النواب والإعلان عن تحديد الخطوات التصحيحية لمسار العملية السياسية من خلال تغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والذهاب إلى تحديد موعد الانتخابات نيابية مبكرة، فإن الطريق سيكون مفتوحا أمام كتلة السائرون النيابية والأطراف السياسية الأخرى من أجل استجواب رئيس مجلس الوزراء، وإن لم يحضر سيكون الاستجواب غيابيا وبعد ذلك المضي في إقالته. نعم. طيب تفضل بالبقاء معي الشيخ صباح الساعدي من داخل مجلس النواب. أرجع لك أستاذ محمد عبد ربه، يعني سمعت من الشيخ ما قاله بشأن استجواب رئيس الوزراء، هناك إصرار على أن يكون الاستجواب هو الحل الوحيد والأخير في داخل مجلس النواب وبعدها المضي إلى الإقالة، هل تعتقد أن هذا السيناريو سيتحقق؟ قانوني ووضع دستوري هي عملية استجواب السيد رئيس الوزراء، إقالته تحتاج إلى نصف زائد واحد، إذا ما استطاعت الكتل ومن ضمنها سائرون أن تجمع النصف زائد واحد أي ما يقارب 166 نائب أكيد ستكون هناك عملية إقالة، لكن هي المشكلة هل بمقدور هذه الكتل أن تصل إلى هذا العدد؟ في تقدير الشخصي ستكون هناك يعني مزايدات سياسية إن صح التعبير من كتل أخرى لعدم الذهاب إلى إقالة السيد عادل عبد المهدي، ومنها من الكتل هنا الكتل المستفادة من هذه الحكومة والتي تريد على إبقاء السيد عادل عبد المهدي، ولذلك نحن أمام يعني معركة سياسية إن صح التعبير داخل قبة البرلمان لمن تكون الغلبة في عملية الإقالة وعملية الاستجواب. طيب برأيك الموقف الكردي مع من سيكون؟ إلى الآن لم يحسم الكرد موقفهم أو لم تظهر تصريحات صريحة بهذا الشأن. لا من يتتبع الأخبار السياسية فيما يخص الموقف الكردي، الموقف الكردي واضح. نعم. وقبل يومين أو ثلاثة كانت هناك زيارة للسيد فالح الفياض إلى رئيس الإقليم وإلى حكومة الإقليم، في تقديراتي الشخصية وفي تقدير المتتبع لهذا الموضوع هو يعني دعم السيد عادل عبد المهدي في البقاء في حالة إذا ما حصل هناك استجواب أو طرح موضوع الإقالة، وبذلك الوضع واضح جدا فيما يخص الأخوة الكرد وتحديدا الديمقراطي، هم داعمين للسيد عادل عبد المهدي ولن يساوموا عليه في أي موضوع سواء في موضوع الاستجواب أو في موضوع الإقالة. نعم. طيب برأيك هناك أطراف أخرى يعني ما ذكرته سيعقد الأزمة في داخل مجلس النواب، يعني تأييد الكرد للسيد رئيس الوزراء ليس بالأمر السهل، هناك لديهم ثقل سياسي ولديهم قدرة على التأثير أيضا على بعض الكتل السياسية الأخرى، لمن ستكون الغلبة برأيك؟ يعني هذا سيعمق الشرخ بين الكتل السياسية بشأن إقالة السيد عبد المهدي. يعني اليوم نتحدث عن أرقام داخل قبة البرلمان إلا إذا كان هناك توافق بين الكتل السياسية الكبيرة وهي رقم 1 و2 و3 مثلا، إذا ما تحدثنا عن سائرون أو النصر أو الحكمة أو بعض الأجزاء الأخرى من تحالف القوى لن تستطيع أن تجمع 165. بالمقابل أيضا الطرف الآخر هو الفتح والكرد، الكرد لا أعلم إذا كانوا بشقيهم هم داعمين للسيد عادل عبد المهدي أم إذا كان فقط الديمقراطي الوحيد اللي داعم السيد عادل عبد المهدي. إضافة إلى تحالف القوى أيضا لا ننسى أن هناك 60 مقعد، لكن هذا 60 أيضا مشتت بين مجموعة هنا ومجموعة هناك، إذا نحن أمام من يستطيع أن يحصل على عدد أكبر بالنصف زائد واحد. لا ننسى الأقليات، لا ننسى التركمان مثلا. بصراحة الموقف معقد من الناحية السياسية ومن الناحية الديمقراطية إذا ما تكلمنا بهذه الطريقة داخل قبة البرلمان. نعم. الوضع معقد جدا لأنه العدد صعب، أي كتلتين تكون يعني تستطيع أن تحصل على هذا العدد أو هي يعني تتكلم براحة أنه لديها هذا العدد، أنا أعتقد الطرفين صعب أن يجمعوا مثل هكذا عدد. نعم. أستاذ محمد، أكيد يعني تحالف سائرون سيؤدي دوره وسيقدم استجوابا رسميا
يعني من خلاله يتم طلب إقالة الحكومة وعدم الاقتناع بأجوبتها، سواء حضر السيد عبد المهدي أو لم يحضر. لكن دعني أسأل الشيخ صباح الساعدي، إذا ما افترضنا يعني أنكم ذهبتم إلى إقالة السيد عبد المهدي، ما هو البديل؟ هل تعتقد أن البديل جاهز؟ هل هناك يعني شخص متفق عليه للترشيح لتشكيل حكومة جديدة؟ من هي الكتلة الأكبر التي ستقوم بالترشيح؟ من هي الجهة التي ستتبنى دعم الحكومة المقبلة، سيما الشارع يقف على صفيح ساخن؟ هل تعتقد أن الوقت يكفي لإسعاف ما يطلبه الشارع؟ نعم تفضل. في البداية لابد من ملاحظتين أساسيتين على كلام ضيفك الكريم. الأول، ليس اليوم الصراع بين سائرون والفتح هو صراع سياسي، بل هو صراع مؤيد لمطالب المتظاهرين مع طرف آخر يرى أن هذه المطالب ليست حقا ولا يريد أن يمتثل إليها ولا يخضع لها. اليوم موقف سائرون وبعض الأطراف السياسية الأخرى وبعض الأطراف النيابية تجد أن هذا المطالب هي مطالب تصحيحية للنظام وتصحيحية للعملية السياسية، يجب الامتثال إليها ويجب تدارك الأخطاء التي وقعت على مدى 15 عاما، فليست المسألة صراع سياسي من أجل المصالح. طيب. ثانيا، لعبة الأرقام العددية فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء أو فيما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد، هذه أصبحت من الماضي، لأننا نعتقد أن الأطراف السياسية ستكون مضغوطة بالحراك الشعبي والتظاهرات السلمية والانتفاضة الكبرى والثورة العارمة التي تجري في العراق، وطبعا مع وجود هذه المعادلة التي أصبحت هي العنصر الحاكم على القوى السياسية والمؤثر في قراراتها والذي يساعد في عملية تصحيح المسارات، لا يمكن أن نفترض أن هناك أطراف ستكون في منأى عن التصويت على إقالة رئيس مجلس الوزراء، بل ستكون مضغوطة بشكل قوي ومدفوعة للامتثال إلى مطالب الشعب، خصوصا إذا علمنا أن هذه التظاهرات بإمكانها أن تتمدد وتتوسع إلى الأماكن والمحافظات الأخرى، وهذا ما يخشاه كل الأطراف السياسية الأخرى، أن عملية التصحيح للمسارات لا تتوقف عند الحكومة الاتحادية بل تتوسع إلى أيضا الأطراف الأخرى، وبالتالي نحن أمام معادلة جديدة ليست طرفها سائرون والفتح ولا الإصلاح ولا البناء ولا الكتل النيابية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، بل معادلة ملخصها الكامل إرادة شعب ثائر لا أكثر ولا أقل. طيب. جزيلا. نعم شيخنا، يعني هذه ذكرت أن لعبة الأرقام وقضية عدم المجازفة بالوقوف بوجه إرادة الشارع، لكن هذا الموضوع حدث سابقا في مجلس النواب وهناك أمثلة كثيرة على تحويل الجلسة إلى تصويت سري وبالتالي عدم معرفة الكتل التي صوتت على القانون الفلاني ولم تصوت على القانون الفلاني. أعتقد أن هذا التنصل منه سيكون سهل، يعني هل تضمنون بأن الكتل السياسية ستقف معكم بهذا الموقف؟ لم تكن، كنت سابقا قد ذكرت في أحد اللقاءات أن العراق الحديث يعني الجمهورية الحديثة بعد عام 2003 قد مرت بثلاث أطوار احتجاجية، الطور الأول عام 2011، الطور الثاني عام 2016، والطور الثالث عام 2019. نعم. الطور الثالث هو أشد الأطوار وأكثرها اتساعا وأكثرها شمولية لكل طبقات الشعب. نعم. وكذلك أكثرها تأثيرا في المشهد السياسي واستقلالية عن القوى السياسية والتأثير الخارجي. نعم. كانت معادلة التظاهرات السابقة هي اتهام هذه التظاهرات كما جرى الآن اتهام للتظاهرات بأنها إما مدعومة من البعثيين القدماء أو مدعومة من دول خارجية تريد الإضرار بالعملية السياسية كما طيب. حصل عام 2011 طيب. عام 2016 اتهمت التظاهرات بأنها تظاهرات صدرية يقودها الزعيم العراقي سماحة السيد مقتدى الصدر، وبالتالي هي ذات مصلحة سياسية خاصة بطرف سياسي على طرف آخر طيب. أما التظاهرات الآن، إلى الآن أقولها وبصراحة، التيار الصدري لم ينزل إلى ساحة التظاهر.
وإذا نزل التيار الصدري إلى ساحة التظاهر ستكون المعادلة أكبر بكبير بكثير مما يتصوره البعض. نعم نحن نتكلم اليوم عن مظاهرة وتظاهرات وثورة عارمة لم يحصل في تاريخ العراق منذ عام 48، أن الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس بمختلف مستوياتها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أن خرجت بتظاهرات عارمة منذ عام 48. اليوم المعادل العراقي هو المعادل الرئيسي على المعادل الخارجي من جهة وعلى معادل القوى السياسية من جهة ثانية. طيب هل تعتقد أن هذا سيشكل ضغط على الكتل السياسية من أجل ما سألتك به في السؤال الماضي أنكم تحققون الأغلبية؟ إذا أضفنا إلى ذلك ما نتوقعه من دخول عملية الاعتصامات والإضرابات لدوائر الدولة ومؤسساتها حيز التنفيذ منذ الأسبوع القادم من تاريخ الأسبوع القادم، فإننا أمام معادلة جديدة هي أيضا دخول قطاعات كبيرة على أقل تقدير 3 ملايين موظف سوف يدخل في معادلة التظاهرات والاعتصامات والإضرابات. نعم، يعني تتحدث وكأنما الأرقام بملء اليد شيخ صباح، يعني ما الذي يجعلك متأكد من هذا الموضوع؟ أما إذا أضفنا العامل الآخر وهو العامل الحاسم، من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن تعاطف الجيش والقوات الأمنية مع المتظاهرين سوف ينمو تدريجيا حتى يصل أن الجيش والشعب يد واحدة لتغيير وتصحيح ما يجري في العراق. نعم نعم الشيخ صباح الساعدي القيادي في تحالف سائرون، كنت معنا من داخل مجلس النواب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. أعود لك أستاذ محمد، يعني سمعت ما قاله الشيخ صباح، يعني سألته مرارا عن قضية إمكانية الحصول على الأرقام الكافية، يبدو أنه يعتزم أن يعني يقتنع بقضية الاعتصامات وما إلى آخره ونزول التيار الصدري إلى الشارع، ما رأيك بكلامه؟ تفضل. يعني ممكن سائرون يستخدمون وسائل ضغط أخرى كما تفضل شيخ صباح، يعني عندما تحدث بالأخير عن موضوع الاعتصام. نعم. الاعتصامات إذا ما حصلت الاعتصامات السلمية داخل دوائر الدولة فهذا يشيل حركة الدولة، وبذلك تكون الدولة أمام يعني وضع محرج. لكن بالمقابل هناك من هو متمسك بالحكومة، يعني عندما نتكلم عن الفتح متمسك بالحكومة وهو داعم للحكومة. يعني أنا أستغرب اليوم مثلا هذه الحكومة وصلت إلى مرحلة من ازدياد في عدد الشهداء، ازدياد في عدد الجرحى، ما هو البديل لهذا يعني لماذا كل هذا التمسك اليوم؟ حتى إذا ما أردنا أن ننظر إلى لبنان ونتحدث عن دولة ديمقراطية ونتحدث عن، يعني لبنان ما صار بها أي حوادث قتل باستشهاد واحد يمكن بالمتظاهرين، وحسب المعلومات حتى أنه من أصول عراقية أو عراقي هذا الشهيد، يعني ما حصل بها شهداء. اليوم نتكلم عن العراق بأكثر من 200 شهيد، نتكلم عن 6000 أو 7000 جريح، ومع ذلك الحكومة مصرة على البقاء. يعني ما هذا الأسلوب وما هذا التعامل مع المعطيات اللي تدور في العراق؟ هل هي حبا بالشعب العراقي؟ هل هي حبا بالمناصب؟ هل هي حبا بالدماء؟ حقيقة خلينا نكون واضحين. لذلك للأسف الشديد يعني الحكومة فشلت في إدارة هذه الأزمة ولن تستطيع أن تخرج من الحل. ليش؟ لأنه يعني كان بالبداية هناك حلول لم تتخذها الحكومة، ثم ازداد طلب المتظاهرين ولم تتخذ الحكومة أي إجراء. نعم. ثم ازداد طلب المتظاهرين ولم تتخذ الحكومة أي إجراء. ولذلك أنا أقول كل الأبواب مفتوحة مثلا أمام الشعب العراقي بما تحدث به مثلا شيخ صباح فيما يخص الضغوطات، فيما يخص عملية الاعتصام، كل شيء وارد في المستقبل. نعم نعم. إذن النائب السابق محمد عبد الرب حدثنا من أربيل، شكرا جزيلا لك لهذه المعلومات، وأيضا أحبة المشاهدين الشكر موصول لكل من انضم إلينا في هذه التغطية الخاصة، الشيخ صباح الساعدي وأيضا المحلل السياسي نجم اليعقوب. نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله، إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله وحفظه.
سبحان ربي العالى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.